أحد جميع السادة المستشارين والمستشارات ورؤساء الوزراء، وأرحب بحضورك وعلى حسن جميعا الأستاذ السيد الوالي العام السيد عبد الحق العياسي. بادي أبي بدء، أنا جد مسرور وجد سعيد وأنا بكل شيء باعتبار أن هذه السنة الحميدة لازم أن تشبهنا بها جماعة المظهر، بحيث أنه ما من أن يغادر أحد من أصدقاء الزملاء إلا ويهب تلة من الإخوان لتنظيم حفل تكريم بهيج يليق به ويعتبر في الأساس عرفان لما قدموه من خدمات جلة ومن تضحيات معتبرة في حياتهم المهنية بين ظهراني زملائهم وإخوانهم وأصدقائهم، سواء تعلق الأمر والحمد لله بالقضاة المستشارين أو تعلق الأمر كذلك بأعضاء هيئة منطفي كتاب الصوت. فإذا هذا يعني يعتبر بالنسبة لي مبعث سرور ومبعث افتخار. بهذه المناسبة كذلك يطيب لي كذلك ومسرور أيضا جد مسرور بهذا الحفل البهيج، باعتبار أننا سوف نكرم وعلى قد الحال كما يقال، لأن بطبيعة الحال يستحق ما أكثر من ذلك، ولكن كما يقال المهم هو العمل والفكرة واللوجيست كما يقال. فأنا جد مسرور وجد سعيد باعتبار أننا سوف نحيي اليوم بهذه الضيفة الكريمة زميلين عزيزين من الزملاء الذين مروا بهذه المحكمة وهذه المؤسسة العتيدة، وقد أفنوا فيها يعني سنوات وسنوات من عمرهم المهني، ويتعلق الأمر بطبيعة الحال الأستاذ محمود القراوي، الأستاذة آمال المهني. مهما قلت في حقهما فبطبيعة الحال يؤثر فيا كل ما يمكن أن يبين مكانتهما أولا في قلوبنا وثانيا في محيطهما وفي قلوبكم جميعا. فبالنسبة للأستاذة المنيعي فقد عملت إلى جانبي أولا قبل كل شيء على مستوى المحكمة الإبتدائية لعدة سنوات وإلى جانبكم أيضا، ولم نرى فيها إلا السيدة الطيبة طيبة القلب والدائمة الابتسامة، وناهيكم عن تكوينها منتج الدير، وكانت دائما مثالا محتدى في البحث والتكوين المتين، ولم نكن نرى منها إلى الأخلاق الطيبة والعمل الجاد، وقد التحقت بمهام أخرى ثم استبشرت أنا أنتم كذلك بالتحاقها بنا على مستوى محكمة الاستماع، ولكن سرعان ما اعترت من جديد أن تلتحق بمهام أخرى، وأنا أتفهم بطبيعة الحال فعملها ومشاركتها في العديد من التظاهرات والعديد من البرامج والعديد من المشاريع على مستويات مختلفة، سواء تعلق الأمر بوزارة العدل لما كانت تعمل هناك بديوان السادة وزراء العدل، أو على مستوى باقي المؤسسات الأخرى الوزارية كوزارة الحكامة ووزارة الوزارة الأولى، مما أهلها على الحال بأن تلفت الأنظار وأن تكون من الذين يخطب ودهم لتقديم تجربتهم
فهي كما قلت تجمع بين الحنكة والطيبوبة والأخلاق وبعد النظر والتحليل المنطقي للفصول والنصوص القانونية، وتجمع بطبيعة الحال بين التكوين الأكاديمي وكذلك التكوين الطبيعي المتين مما أهلها لأن تتبوء هذه المناصب التي يطلب منها أن تنخرط فيها. إذن بطبيعة الحال تجربتها على مستوى الحكمتين تجربة متميزة، وكان مصدر أحكام على الحال تعتبر مقياسا وتعتبر يعني نموذجا يحتذى، وكثير من الاجتهادات بخصوص في المادة المتعلقة بحماية الملكية السمعية كان يرجع فيها إلى أحكامها. مهما قلت الحقيقة ومهما قصرت من أعمالها وخدماتها وصحياتها ومتعلماتها فلن أوفيها حقها. إذن فأهمني نيابة أن أكون بمشكورين كبيرين وامتنانين، ولكن الله سبحانه وتعالى أن يوفقها سواء في حياتها الشخصية وفي حياتها العملية، وأن تبقى دائما مثالا للتضاع في عملها، وأن يوفقها كذلك في مهنها في جميع المراحل التي يمكن أن تلتحق بها في حياتها المهنية إن شاء الله. وأما الذي كان بالنسبة للأستاذ محمد الزراري مستشار حاليا في محكمة التدين محكمة النقد، لأقول بأنني كنت أعرفه قبل، كنت أعرفه ولكن باعتبار الأعمال والأشغال الكثيرة يعني التي كانت تأخذ الوقت الكامل للمحكمة التجارية، لا أخفيكم سراً أمامي لم أكن أتعرف على جميع السادة المستشارين محكمة الاستئناف، هذا كنا نعيش في بناية واحدة، وحتى إن كنت أتعرف عليهم بوجوههم كنت لا أضبط أسماءهم، هذا اعتراف يمكن أن يكون تقصير مني، ولكن أستاذ الدراوي كنت على الحال أعرفه شخصياً. أولاً وقبل كل شيء نرى لسمعته الطيبة التي هي يعني تضرب الأفق، وثانيا لأنه للطف معشره باعتباره كنت أرى فيه الأستاذ المستشار المتواضع القاضي المتواضع كريم الأخلاق والطيب القلب، وكذلك لأنه كان كذلك مثال محتدى بالنسبة للمواد التقنية ولا سيما الملكية الصناعية والتحكيم التي كان يمارسهما في عمله كمستشار. وشاءت الأقدار أن نلتقي على مستوى محكمة الاستئناف في جالية الطلبة، وجدت فيه فعلا الأخ الكريم والمساند والبر، ووجدت فيه كذلك في عمله وفي من خلال الاستشارات التي كنا نقوم بها بين الفئات الأخرى حينما يعلنون لنا القيام بعمل مشترك أو ندوات مشتركة خصوصا في هذا المجال المتعلق بالملكية الصناعية، كنت أجد فيه الإنسان ذو التجربة العالية والذي كانت أفكاره ونصائحه في بعض الأحيان يعني تكون في الصميم وتصيب الهدف. و يتذكر ربما الأستاذ أنني لما توليت هذه المهمة طلبت منه أن يكون سندا لي، وأني سوف أعتمد عليه في الكثير من المهام التي سوف أوكلها له، باعتبار أن عناصر أخرى من الأسف حينما التحقت كانت من عناصر ذوي التجربة وذوي الحنكة
والذين خبروا عمل محكمة السناب كانوا قد غادروا هذه المحكمة. فقلت له عدد الآن أنتم الذين سوف تصبحون في الوجهة وأنت على رأسهم وأنا سوف أعتمد عليك. ولكن شاءت الظروف طبيعة الحال أن نفترق عندما تقدم بطلب لكي يغير مهامه. على كل حال نحن لم نلتقي به كما قلت له قبل قليل، لأنه أعتبره سفيرا لهذه المؤسسة ولهذه المحكمة على مستوى محكمة النقد، فهو باعتباره قد خبر زملائه وخبر مشاكل المحكمة، لا أقول مشاكل ولكن الإشكالات التي تتعلق بالعديد من القضايا والعديد من المواد، وسوف نحتاجه أكيد سوف نكون في حاجة إليه لكي نستشيره أو نناقشه بالكثير من النقاط الخلافية التي يمكن أن نختلف بشأنها لكي ينتبه بما سوف يكتشفه من اتجاهات ورؤى على مستوى محكمة النقد. وإذا يطيب لي ولو أنني أنا كنت في الحقيقة يعني أحسست بشعور ما عندما غادرنا بتلك الساعة، ولكن مع ذلك أكن له كل تقدير وكل محبة، وأنا صادق في مشاعري ونيابة عنكم كذلك أدعو له بكامل التوفيق، وأتمنى له باسمكم جميعا إن شاء الله التوفيق والنجاح في مهامه والصحة والعافية بالنسبة لشخصه، وأن نسمع عنه دائما كل ما يصر وكل ما يخرج السر. ليس لي ما أضيفه بطبيعة الحال، كل ما هنالك أنني أشكر الجميع من جديد، وأتمنى أن تستمر هذه السنة الطيبة والحسنة لما فيها الحال من رفعة وما فيها من تقدير وما فيها من اعتبار لإخوان شاركونا وشاركناهم في العمل وشاركونا جزءا من حياتنا المهنية، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع. السلام عليكم. فخور بالهيئة القضائية المتواجدة في المحكمة منذ ما التحقت بها لمدة 5 سنوات في مغلطة السحاب. كنحس على أساس أن الهيئة القضائية المحكمة التجارية أو محكمة السناب التجارية خاصة أنها تعمل في إطار عائلي، هذا شيء جميل جدا بحيث لكل يعود نفسه أخ للآخر، كبير وكبير صغير، الأفكار متداولة بين الجميع، وهذا شيء جميل. هذه اللحمة هذه اللي كتجمع المحكمة تدل عنها هذا اللقاء أو يدل عنها اللقاء اللي حنا كنعيشو اليوم، لأن كل من عمل بهذه المحكمة وإن غادرها لا زال ينتمي إليها، ولا زلنا نحس أنه معنا، وهذا افتخار لنا أننا نصدر القطور من هذه المحكمة لمحاكم أخرى أو لمهام أخرى، وهذا شيء يعني قليل. أنا عملت بزاف المحاكم، ولكن هذا الشيء هذا تتميز به المحكمة خاصة المحافظة معها. أولا هذا العيار الثقيل لهذا القاضيين الجليلين، عيار ثقيل فعلا، لا سي الدراوي اللي كان حقه عطاء متميز، سلوك حسن، ما عرفت عنه منذ التحقق بالمحكمة إلا الرجل الفاضل، الرجل النزيه، الرجل المتمرس والمتمكن. السيد المنيعي كذلك
ما عرفت أنا إلا أخلاق فاضلة كذلك، العمل الدؤوب والتعامل المتميز. وأنا غنقول لواحد الشيء، كانت عندي واحد الشكاية، وجاتني واحد المحامية عندها واحد تبني تلا كبير على بسنة المليئة، كتقول لي على أساس أن عندها واحد كتاب من فرنسا يقول على أن أولا يشكر المستوى المليئة على القرار اللي خدات، يقول على أن هذا مستوى قضاء على قضاء المخدة في فرنسا. قلت أنا أجرى ماشي غريب علينا، رأينا خدتي جميع المسائل نحن فوق مستوى نكون بالكاساسيون فرنسية، نحن فوق منا، لأن كتشوف الآن كتقول هكا. مرة أخرى كانت محكمة بريطانية أو واحد المجلة بريطانية كتشهد بقرار للأستاذ الشبان يعني توفى المحكمة، وهذا شيء جميل جدا لأن نفتخر بقضائنا. أنا مستوى نحن ما نحضروش راسنا، نحن في مستوى عالي جدا. إلى واللي تحت الفرص ومشى برا وشوف القضاء وشوف العمل ديالو يقارن مع ديالنا، حنا رحنا في مستوى عالي، هذا نفتخر به. هذا المستوى ديال الشخصين اللي نحتفي بهم اليوم في هذا العيد وفي هذا الثقل اللي حنا نطمح اليه ان يكون قضاؤنا في المغرب كله في هذا المستوى المتميز. ما عنديش موقف اكثر من قال السيد الرئيس. انا اتمنى لكما النجاح في المهمه اللي انتم تنفذوا بها سكين على المستوى او مستوى الوزراء الاولى او رئيس الحكومه. نفتخر به ونعتز به ان المحكمه ديالنا صدرت هذا العيار الثقيل. اتمنى لكم التوفيق في المهمه ديالكم والسداد والدرجه الاولى اعلى من هذا، وان شاء الله نشوفكم اكثر. واتمنى للجميع سنه سعيده حافله بالعطاء المتميز بالصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا مجتمعين من ناقشوا زعما شي موضوع ماشي حاجه زعما بحال فيها ان شاء الله حيت راه صعيب باش نجمعوا شي موضوع زعما باش نحتفلوا وكنا أوسع مما يضيق بي الظروف.
بصمات في وجداني وفي ذاكرتي. لم تكونوا مجرد رؤساء ومجرد زملاء، نشارك فضاء ونشارك مقاعد، بل كنا أكثر من ذلك، بل أنتم جزء من تجربتي، من ماضي وحاضر ومستقبل. اكتسبت منكم عدة أمور، اكتسبت منكم صفات، اكتسبت منكم معاني، اكتسبت منكم توجهات، اكتسبت منكم مبادئ، اكتسبت منكم كذلك الصبر والدأب والتفاني في العمل ونفاذ بصيرة والاجتهاد المتسارع لإنجاز الالتزامات، واكتسبت منكم الاحترام والإنسانية والمحبة والتواضع في أمر واحد. فعلا أنا محظوظة، حالفة للحظ أنني التقيت بكم أيها الشرفاء الأجلاء الأحباء، فلكم شكري وامتناني ولكم محبتي من أعماق قلبي الخالص، وأدعو الله عز وجل أن تبقى أواصرنا وروابطنا مدى الحياة، وأنا واثقة بأننا سنضل كذلك، لأن فعلا هذه العلاقة مختومة بالصدق والمحبة والاحترام. أشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم. السيد رئيس المجلس، السيد الإعلام، السيدة الوكيلة، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة أنا لم أتعود على إلقاء كلمة في مثل هذه المناسبة، ولكن اليوم أجد نفسي مطوقا بحفاوة استقبالكم وبلطفكم وبتكريمكم، ما يجعلني أختج هذه الكلمة البسيطة. الفترة التي قضيتها في هذه المجتمع كمستشار، عملت إلى جانب مجموعة من القضاة أعتبرهم أساتذة لي. هؤلاء القضاة كانوا من مؤسسي محكمة استئناف التجارية، استفدت كثيرا من خبرتهم القضائية، وهذا ما جعلني أعتز وأفتخر بانتمائي لهذه المحكمة. منهم من تولى مناصب المسؤولية كأستاذ المساعد الحاضرة معنا، ومنهم من انتقل إلى محكمة النقد، ومنهم من وضع حد للتمديد. كذلك شاءت الأقضاء أعمل إلى جانب قضاة أنا لا أعتبره الجيل الجديد، ولكن هم أشخاص كنت أعرفهم كأشخاص، والعمل القضائي لديهم لا أعرفه إلا من خلال الأحكام التي كانت تستأنف لدى هذه المحكمة. شاءت الأقضاء أن نعمل جميعا، فلمست لديهم الحس القانوني والكفاءة العالية، وهذا بالطبع يرجع إلى ذلك الانسجام وتلك الصحبة القائمة بين القضاة جميعا. لما انتقلت إلى محكمة النقد زاد اعتزازي وزاد افتخاري لما تبين لي الغرفة التجارية أو الأعضاء الغرفة التجارية بجميع أقسامها، لما تبين لي بأنهم يقدرون المجهود الذي يبذله قضاة محكمة استئناف، ونظرا للسمعة الطيبة التي وجدتها هناك. السبب في ذلك هو ذلك الانسجام وتلك الصحبة التي تجمع القضاة فيما بينهم. لهذا السيد رئيس الغلو في الحقيقة أشكره على الكلمة الرقيقة والنابعة من القلب، وفي الواقع فوجئ بطلب انتقالي إلى محكمة النقد، لأنه هو لم يحدد ربما الفكرة، لأنه كان يرى بأن عملي في هذه المحكمة هو أفيد وأهم
من العمل في محكمة أخرى، ولكن شاءت الأقدار وانتقلنا إلى أشكره على الثقة التي وضع فيه وأشكر أيضا السيد وكيل العام على الكلمة الرقيقة، كما أشكر السادة الوكيلة التي حضرت معنا في الحفل، وأشكر زملائي وزميلاتي القاضيات، وأتمنى لكم التوفيق في عملكم ومزيد من العطاء. شكرا. كتشتغل بواحد الاخلاص وواحد التفاني لدرجه انه وهي عندها اهتمام خاص بالعلامه يعني بالملكيه الفكريه، وما كانش واحد النوع من هذه المحكمه الابتدائيه وهذه محكمه الاستئناف. كنا تناقشوا الموضوع ومن المحكمه الابتدائيه تطلع ماشي غير هي لا هي ولا سي المجاوي ولا الغرفه اللي كانت ديال سي الخمام، بان الحمد لله كنا كنعيشوا واحد التعايش سبحان الله يعني ما تواجد غير في هذه المحكمه. كنتمنى لها التوفيق يعني في المسار ديالها، وكنتمناها ما تنساش الملكيه الفكريه ان شاء الله ملي نكبروا انا وياك نديروا شي كتاب بكل جهه. وانا فخوره لان هي اللي كانت في الوزاره اشرفت على واحد عدد خاص ونفذ من السوق ديال المحاكم التجاريه، يعني انا سعيده لان فيه واحد مجموعه القرارات اليوميه ومجموعه ديال السي القراوي، وكان داكشي اللي تتبع بحيث في المرحله الابتدائيه ومرحله الاستئناف، يعني هذا المجهود زعما جزاك الله خير عنه. كنتمنى لك التوفيق في المسار ديالك سي القراوي. كانت اول جلسه اللي جا من فاس كانت 25/11/2008، وما ميز الرجل انه رجل على خلق صراحه هي هذه، يعني القاضي راه ماشي مطلوبه فيه الكفاءه العلميه، يعطاه الله سبحانه وتعالى واحد الخلق طيب والنباهه وفي المستوى ما اتعبني قط صراحه، كنختلفوا ماشي كنختلفوا، ولكن ما اتعبني اللي كنت نشتغل معاه. كنتمنى ليه التوفيق وكنحييكم واحد واحد واحد، وانتم دائما راكم حملتوا المشعل وراكم خير خالف الخير سلف، وكنتمنى لكم التوفيق كلكم وشكرا.
Yeah.
Yeah. Okay.